كتير قوي كانت عايزه الخطوه دي، وجاء القرار النهارده بتعيين الكابتن حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب. ايه رايك في القرار؟ والله واحنا اتحيرنا يعني. هو طلع قرار امبارح، نعم. قرار رسمي بتعيين محمد يوسف ودحين قدوم، يعني قرار متفسر، مدرب عام دحين قدوم مدرب اجنبي، والغاء منصب المدير الاداري، ومش عارف كم مدرب في المعايشه. الحاجات قرارات رسميه اعلنت مظبوط. الاتحاد، وبعدين بالليل اللي اتغيرت معرفش. الأحداث عندنا سريعة جدا، أوي. سريعة بشكل كبير جدا. احنا آه. يعني ايه، عايمين في بحر من العشوائية. آه. يعني لو حد عايز ياخد دكتوراه في العشوائية لازم يجي عندنا، مش حقيقي. هياخد يعني يعمل معايشة بس شوية، هياخد كل حاجة، هيتشبع. اللي هو أنا خايف بنهاية الحلقة دي يحصل أي تغيير عن اللي إحنا عارفينه. ولا عملنا اعتبار ليوسف مدرب كبير ومدرب محترم، ولا عملنا حاجة حتى اللي بيغير. طبعا ما اعتقدش ان الاتحاد الكورة غير، هو اقدر على كده، لكن في النهاية كل التوفيق، كل التوفيق لمنتخب مصر في الخطوات اللي جاية. احنا طول الوقت بنقول احنا عايزين اي حد يجي يمسك منتخب مصر كل الدعم وكل التوفيق لمنتخب مصر، لكن احنا في القصة الحقيقية، ما هو كل اللي بيجي بيعيش في نفس العشوائية دي. صح. فالقصة الحقيقية احنا بنلهي الناس بنص خبر، وبقية 50 خبر يعني احنا اساتذة في ده. يعني فبتلاقي عقبات بعد كده، بقى بعد الغرز ما بيجي، فما بتلاقيش حد يعني ينقذ حد، فهي بتشبط بس في الهدف اللي موجود. لكن هي قصة المنطقة والمجال والدنيا المحيطة كلها يعني عشوائية وفشل، وكيفية إدارة العشوائية دي ملهاش كيفية، فهي فاحتمالات عدم النجاح بتبقى أكبر بكتير. بتبقى أكبر بكتير، وتبقى هي الأكيدة، وتبقى بقت هي من التوقعات. وبعدين إحنا في تأخر، يعني في حاجات غريبة. يعني الاتحاد من ساعة بيان صلاح الاولاني حاجات وعكسها، حاجات وعكسها، حاجات غلط 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 غلط. صح. وفي تسرع، مفيش دراسه للموقف، مفيش. طب كنت اصبر يومين ثلاثه، وخد الوقت دلوقتي. بيقول لك اصل عشان الدولارات، واحنا الدولارات يا جماعه، ده الراجل ده كان قاعد 4 سنين. حكوا مظبوط. على نفسكم، وكان سهل جدا نكسب ال3 ماتشات دي ونكمل ويوصل سيمي فاينل ولا حاجه ويطلع. يعني كان هيقعد 4 سنين وياخد قد دول 50,000 30,000 مره. ايوه. احنا شفنا دولارات دلوقتي الزياده، ما بقول لك عشوائيه، ما هو ما فيش دراسه لحاجه. طيب، فجاه تسمع لكنك في النهايه بتقول انه، وده واضح جدا النهارده، اللي ابلغ اتحاد الكوره بالقرار هو وزير الشباب والرياضه، بمعنى انه هو معالي الوزير نفسه طلع وقال المدرب الاجنبي ما فيش مظبوط. مدرب وطن، مظبوط. وحدد والمدرب الاجنبي. طيب ما يعني افتكرنا بقى الحاله الاقتصاديه، ما الحاله الاقتصاديه ما كانت هتستمر معانا 4 سنين مظبوط مع فيتوريا. فهي ما فيهاش حاجات مدروسه. عشان كده بنقول كل التوفيق. احنا بنقعد ندعي وانت مش ومتاكد ان نسبه الفشل اعلى من نسبه النجاح. احنا ما نتمناش الفشل لاي حد، مفهوم. بنتمنى طبعا النجاح لاي حد، وجود حسام، وجود محمد، وجود يوسف، وجود. لكن هي القصه كلها انه توقعات بالفشل اكبر. ما فيش حاجه زي تديك زر التفاؤل، لانه بيئه العمل عشوائيه، بيئه العمل. انا مش عارف، هو ما فيش حد طيب شايف الكلام ده؟ أكيد الناس شايفة بصراحة، يعني مستحيل يكون كل الناس شايفة والمسؤولين مش شايفين. لكن هل فكرة إن ده مدرب جاي بقوة دفع جماهيرية بشكل أو بآخر ممكن تزود من احتمالات النجاح وتقلل من احتمالات الفشل اللي هي قائمة بشكل عام؟ هي هتزود الجمهور، لكن الشغل كله خش جوه أوضة اللبس، وخش جوه الملعب، وعليك أن تشتغل في حاجات كتيرة جدا، عليك حاجات كتيرة تداركها تلغيها. حسام نفسه عارف انه داخل، وعارف ايه حجم المشاكل،
حسام نفسه كان بيقعد في الاستوديو ولا مدرب منتخب من اللي جم على مدار اربع فترات مدربين كان بينتقده بشكل كبير جدا وبينتقد اتحاد الكوره. مظبوط. فدي اول حاجه ياخد باله ان هو هيبقى في انتقاد، فياخد باله ان هي العمليه مش هتبقى سهله جوه نفسه في التعامل داخل على فرقه في روح انهزاميه عايزه تنتعش من اول وجديد بشكل كبير، داخل على بيبتدوا يطلعوا له انه حاجات كتيره جدا وهو كان قاعد بينتقد صلاح بشكل مباشر. مظبوط. مباشر 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 اربعه مباشر عن انتقاد حسام حسن لقائد المنتخب محمد صلاح قبل ايام من ان ده يبقى مدرب ده في المنتخب. بتشوف أنا تاثير ده ازاي كتيره جدا عليه عايزه يرتبها. انا انا بتكلم على ان في انه ان شاء الله مش هيحصل حاجه، لكن طبعا لازم كل حاجه تتصفى وكل حاجه تترتب وفي حاجات كتيره جدا يعني في حاجات. فاحنا عنده دوره هيحاسبوه على الباصه والباصتين زي ما هو كان بيحاسب المدربين اللي كان قبل كده.